مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. مكن أبو الرب من تخطي حاجز المليون متابع على انستغرام. ألف ألف مبروك لأبو الرب وجيش الهبد. شارك أحمد مجموعة من الاستوريهات من لقائه مع معتصم مقداد بعد سفره لتركيا مؤخرا. طلعوا أنا مع مين؟ أنا والله نسختي والله كثير نشبه بعض مان. هون مبينين نشبه، فكيف صورنا صورة طبيعي شو نشبه بعض. شاركت نارين بيوتي هذا الستوري من درس رقص الصالصة، حيث عم تاخذ نارين دروس بهالنوع من الرقص وتشارك المتابعين تجربتها عن طريق ستوري انستغرام. فهل نارين عم بتحضر لشي جديد او مجرد تدريب وهواية فقط؟ نور ستارز عم بتحضر وتحمس المتابعين بمجموعة من الستوريهات والفيديوهات، وعم بتجيب على كل أسئلة المتابعين بخصوص أغنيتها الجديدة بلوك اللي رح تنزل بعد 3 أيام. اكتبونا تحت بقناة التعليقات نسبة حماسكم لأغنية نور ستارز وكيف كان صوت نور ستارز بالأغنية. نشرت بيسان اسماعيل بوست من حسابي على انستغرام واللي كان يتضمن اخر ستوري لإلها، ستوري خاتم الخطوبة، وكتبت شو سر الخاتم. ما رأيكم، هل بيسام عم بتحضر لأغنية وفيديو كليب بخصوص الخاتم، او فيديو الى علاقة بالخاتم، او مجرد مقلب فقط؟ اما جواني فنشر ستوري وهو يغني اغنية عراقية ما هو بخسارة اني ربحان بفرقتكم، وأنهى الستوري بكلمة هاي هدية لإلك أنتي. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.